الحياء صفة مكتسبة. يعني أنا لو ما تأهلتش لصفة زي ديت، أنا خلاص أنا مش هعرف أكون حقيقي، مش هعرف أقيم دي حاجة تتقال ولا ما تتقالش، بالعكس هكون فحاش ولعان، وأقدر أقول الحاجات دي بقلب جامد ومطمن، ومش حاسس، مش عندي ذرة إحساس إن أنا بعمل حاجة غلط. حتى تلاقي دول لما تيجي تكلمي معاهم في حياتهم اليومية مش يختلفوا كثيرا عن ده. بس خلي بالك برضو زمان الموضوع كان مقنن، مش عايز أقول الموضوع ما كانش موجود زمان، احنا اخلاقيا زمان الموضوع كان مختلف، ما كانش على الملأ كده، وكنا بننتقي مين اللي نقول له، حتى لو كنا هنحكي له اسرار بيوت بالظبط. تمام، بس كنا بننتقي، ننتقي السريه والحفاظ، بس كنا بنخرج برضه، ده اللي انا اقصده. دلوقتي الفكره كلها ان في صفات للاسف ما اتاصلتش فينا، فكانت النتيجه ان البوابه اتفتحت فتحه اكبر، وبدا الفكره ان انا اقاوم اللي انا عايز اقوله بدات تقل، واحس ان اي حاجه ممكن تتحكي. تعالي اتفرجي على الناس وهم بيكتبوه في المواقع ديت، صراحة مطلقة دون انتقاء حتى ألفاظ. يعني احنا عندنا ممكن ساعات لما الواحد من باب الحرج يبدل مصطلح بمصطلح بلغة إنجليزية مثلا، أو يتكلم بحاجة لغة عربية عشان يخلي المصطلح يعني أكثر رقة، لكن لا، بيتكلموا بمرونة وتلقائية عالية جدا لدرجة إن هو مش حاسس إن في حاجة غلط. في كام صفة كده موجودين، حتى تلاقي رب العالمين في القرآن مدح فيهم. يعني ربنا يطلب مننا إن احنا نشكر، إذن الشكر صفة مكتسبة. وإلا هيمدح الشاكرين ليه لو كان أصلا احنا بنتولد شاكرين؟ تمام، اولا الامر مش فطري، من ضمنها الحياه، من ضمنها ان انا اكون انسان عندي خجل، وعندي استشعار ان الحاجه دي غلط والحاجه دي صح. ما فيش دي للاسف لازم تنقل الي نقلا، لازم يتاسس عليها ويكون عارف لها مفهوم. وللاسف برضو في نقطه تانية، احنا ممكن يكون وعي الاهل رائع فيما يخص التربيه لمرحله الطفوله، لكن انا اهلي مش مؤهلين ان هم يربوا مراهق، مش أيوة. واعيين للمراهق بالتغيرات اللي بتحصل فيه. فاحنا اخرنا في المعلومات والحاجات اللي بننقلها عن الله، عن الاخلاق، عن المجتمع، عن البيئه، عن التربيه، الحاجات دي كلها الطفل. بلبي له احتياجاته، باخده في حضني، مش عارف ايه، لما ابني يبدا يتغير ولا بنتي تتغير يبقى عندها احتياجات مختلفه، والمفاهيم بتاعت زمان خلاص بدات تمرض عليه لدرجه ان المراهق بتمرض على هو بيحبه. انا بحاجات بحبها ومتاكد اني بحبها اتمرض عليه، لان لذه لا اكبر من لذه حصول على شيء. ما دكتور برضو لازم الاب والام بقى يكون عندهم وعي، هي بس يعني ايه الفكره في كده طفل، بالظبط، ويعني ايه تربيه، بالظبط ويعني ازاي انا اكون مؤهل كأم وأب ان انا ابقى عارفه المراحل اللي ابني بيمر بيها، وازاي اتعامل مع كل مرحله بشكل معين وباسلوب معين عشان اقدر اربيه بطريقه سليمه. ده حقيقي، ولازم يكون في توافق بين الراجل والست. احنا هنرجع نكمل ماشي، حديثنا بس بعد ما ناخد لميا من القاهرة. أهلا يا لميا. أهلا وسهلا بحضرتك. عندك كم سنة؟ أنا عندي 24 سنة. قولي لنا يا لميا، إيه رأيك في موضوع الجروبات المنتشرة في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله للأسف بقت حاجة سيئة جدا، كل واحدة بقت تستغل، أو واحد عموما لما بيجوا يفشكلوا أي علاقة بقى يستغلوا الجروبات ديت علشان يفضحوا أسرار بعض. ما بقاش فيه نوع من الأسرار خالص، وما بقاش فيه نوع من الخصوصية، بقت يعني حاجة سيئة يعني جدا. انت في عمرك ده معترضة على اللي بيحصل على مواقع أكيد التواصل مش الاجتماعي؟ معترضة على ده، أكيد طبعا، وبقى حاجة بقت مخوفاني طبعا إن أنا أرتبط بحد، إن هو أيا كان يعني المشكلة اللي ممكن تحصل، ممكن نلاقي مرة واحدة إن احنا مفضوحين كده على الملأ. ما هو الاختيار بقى يا لميا ولا ايه؟ طبعا يا فندم، بس الحالة العامة عموما، يعني لما كل حد دلوقتي السوشيال ميديا تلاقي كل الناس عمالة تنشر كل حاجة، طب دي برضو من ضمن الخصوصيات، فهم بينشروا بقى كل حاجة، يعني أنا قصدي الحالة العامة بتسيطر على دماغ الناس، فدي حاجة سيئة للأسف، لأن احنا بقينا كمان عن ديننا وعن قواعد ديننا، وفي صفة من صفات المنافق النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها اللي هو إذا خاصم فجر. في ناس للأسف كتير قوي لما بتخاصم بتفجر، فكرة إن أنا أسيح لحد على الجروبات ديت علشان شهرة أو ترند أو أيا كان، أنا كده بفجر. هم مش واخدين بالهم من حاجة زي كده، هم كده فاكرين إن هم مظلومين وإن هم بيرجعوا حقهم بالأسلوب دوت.
يعني برافو عليكي ان انت تفكيرك ده في عمرك ده، وده مؤشر بيقول ان احنا لسه برضو ولادنا وبناتنا بخير وستاتنا ورجالتنا بخير. مش معنى ان في سلبيات بتظهر معنى كده ان المجتمع رايح في اتجاه تاني. المجتمع هيقوى طول ما في نماذج لسه متمسكة بالقيم والمبادئ وبالأصول. بشكرك بشكرك يا لميا، وبشكر وجودك في ساعة مع نبال. برجع لحضرتك تاني يا فندم. أنا على جزء صغير في المكالمة. اتفضل. أنا بحييها طبعا، يعني هي حد في منتهى الجمال، يعني حاجة تطمن فعلا، طبطبة على القلب كده لما الواحد يلاقي حد كده. الفكرة إن إزاي نحد من الظاهرة دي؟ كان السؤال حضرتك كنت بنلمحها ليه؟ أنا شايف إن الإجابة اتقالت، يكفينا الاعتراض عليه. إزاي؟ إحنا عندنا لو واحد مثلا ماسك التليفون وبيألف في السوشيال ميديا كده عموما الفيسبوك أو أي برنامج من الحاجات ديت، وشاف حاجة وما وقفش عندها، راح مقلبها. أنت كده اديتي أمر مباشر للعقل، أنا مش معترض. بنطلون مقطع، حد عامل ستايل غريب كده، سلوك غريب، حد اتحرش بحد، أنا ما اعترضتش، أنا شفت المشهد ورحت مقلب. العقل بياخده على انه الامر ده مش سلبي، امر على الاقل تصنيفه عادي، وبالتالي لما تكرر التجربه اكثر من مره، لما تشوفه بره مش تزدريه زي المفروض انك انت تحس، تلاقي نفسك قبله. زي النظافه بتاعه الشارع، زي اي سلوك تاني. فلك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ من راى منكم منكرا فليغير، اول حاجه بايده لو يقدر، لو ما قدرش يعلق يقول حاجه بلسانه، ما قدرش بقلبه، وعين القلب ما فيهوش اي تغيير حقيقي. انت ما نفعتش حد لما غيرت بقلبك، بس على الاقل ما اذيتش نفسك. طيب ايه الحل لما تظهر صور زي دي على زي اللي حضرتك اشرت ليها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني مثلا انا باخد اجراء معين، تمام، اني لا اشوفها، قرار واخداه مع نفسي، كويس. لا اشوفها ولا اعلق، لا بالسلب ولا بالايجاب، بدال انا رافضه ده، لان طبعا ممكن ان انت تقول وجهه نظرك، وده شيء مرفوض طبعا في المجتمع في الفتره الاخيره، فيكون المقابل انك تلاقي ردود جارحه جدا وشتايم، ومع ان انا مواطن يعني من حقي ان اقول وجهه نظري، او بدال البوست جه على صفحتي. هل ده حل؟ حل في دايره صغيره، ان هو حل في دايره صغيره. يعني هو احنا للاسف فكره القضاء عليها، زي الضيفه اللي كانت موجوده، فكره القضاء عليها لا، هي اصبحت ضروره. انا عايز اقول لك ان ادمان او فكره ان يكون عندي شخص، يعني اضطراب شخصيه ادمانيه سبب السوشيال ميديا، احنا ممكن نكون بسبب السوشيال ميديا في ناس بتخش مصحات. ايوه، عارفه اللعب. أيوة. الالكترونيه الجديده المنتشره ديت، عندي حد دخل دلوقتي المصحه بقى 6 شهور عشان اللعبه. وبيمر بكل مراحل الانسحاب وعايز يلعب، والدنيا صعبه وبتجيله حالات هستيريه، وموضوع صعب جدا. الموضوع بيبقى كده، وراقب سلوك اي حد فعلا زي ما كانت الضيفه بتقول كده، لما النت يقطع، لما الباقه تخلص، لما يحصل لي تليفوني يفصل، اي حاجه من كده، تحس ان هو مش مستقر ولا متزن. أيوة. عشان كده فكره القضاء عليهم، لا للاسف احنا عندنا ناس كتير قوي مضطربه بتلجا للحاجات دي وبتفضل تغذي فيه، وعددهم كبير مش صغير. يعني عشان كده ممكن يكفينا ان احنا نعترض، ممكن ده يكون سبب. ننقل ده في دايره تاثيرنا، دايره تاثيرك انت، ممكن بتاثري في مين؟ انا والله في انا واحده ربه منزل بس، فباثر في بيتي واولادي بس، زي الفل. عندك اصدقاء كمان وبكلميهم. المهم خلي اعتراضك يكون مسمع في دايره التاثير. فترو انا لو بعمل كده، عندي صفحتي الخاصه اقدر اعلن فيها اعتراضي عن ده بقلب جامد. اللي عايز يعترض ويقول رايه اهلا وسهلا ونرد عليه. بس هي الفكره في كده، ان على حسب دايره تاثيرك. فحضرتك مثلا مذيع واعلاميه، فدايره تاثيرك اكيد كبيره، فعشان كده برنامج زي ده شوف كام حد ممكن يتفرج عليه. فانت اعلنت اعتراضك دلوقتي بقلب جامد، فانت قمت بدورك في ما يخص الحاجه دي. طيب. وعندك بيتك بعد كده بترجعي له بس، فكل واحد ياثر في دايره تاثيره. وانا شايف دي انسب حاجه. دكتور محمد معانا، ام ايمن. السلام عليكم. اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندم. ايمن من اسوان حضرتك. اهلا وسهلا. انا بحبك خالص والله. حبيبتي اهلا بيكي. انت ست محترمه جدا، الناس تكلمك من زمان والله. حبيبتي منوراني، اهلا وسهلا. قولي لي بقى يا ام ايمن، انت ايه رايك في الفيسبوك واللي بيحصل على الفيسبوك والحاجات اللي بنشوفها مؤخرا؟
بس في ناس محترمة جدا خلي بالك يعني. بالظبط. في ناس محترمة، والناس اللي مش محترمة دي يرجع للرباية الأصلية من البيت. تمام. البيت لو مربي البيت كويس يختار لها صاحبة كويسة تمشي معاها، ما يختارلهاش أي حد. صح. لازم يكون صاحبتها محترمة زيها. صح يا أم أيمن. نورت. 100% لازم تكون بنتي انا محترمه وصاحبتها محترمه، ما ينفعش اسيب الشايب في السايب وبعدين الوم نفسي انا. شكرا يا ام ايمن ونورتيني. هو ده اللي بالفطره اللي بتكلم عليه يا دكتور. فعلا. ان الموضوع ان يعني انتشر جدا في وسط طبقه المفروض ان هي اللي يبقى عندها الـ الوعي والفهم والثقافه. عايزه اقول بقى حاجه مهمه جدا، هل يا ترى مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات دي ليها تاثير على العقل؟ يعني هي فعلا تملكت مننا لدرجه ان هي لغت عقولنا؟ أنا ممكن تعمل خلل في الوظائف، ممكن وظائف جسم الناس يحصل فيها خلل، تعمل مشاكل في الاعصاب، تعمل مشاكل في الاعصاب. انا عايز اقول لك ان مش بس الحكايه على قد كده، احنا لسه لو استرسلنا في الجزء اللي احنا بدانا فيه انها ممكن تاثر على كيمياء المخ. يعني ما يشعرني بالانجاز يحصل فيه خلل، يعني هرمون الدوبامين مثلا اللي هو العقل بيفرزه كمكافئات، اصلا ممكن بيتفرز كمان في المخدرات نفس بالظبط. ولو عملت اي انجاز، عملت اكله حلوه، شفت الاحساس اللي بيجي لك، النشوه اللي بتجي لك ديت، اهي نفس الفكره، وصلت في ميعادك، عملت مش عارف ايه، كم حاجه كده، تحس انك انت بسعاده، لما الحاجات دي ما بتحصلش تلاقي نفسك انت منزعجه ومتضايقه، وكان عقلك ما كافكيش بالماده دي. السوشيال ميديا بتدي نفس التاثير. نفس التاثير، يعني كيمياء المخ نفسها ممكن يحصل فيها حاجه، عشان كده تلاقي في ناس عندهم هوس في ايه؟ انا اشوف كام لايك اتعمل على البوست الاخير اللي انا رافعه، كام حد معلق لي، كام حد عامل شير للفيديو بتاعي، كام حد. الموضوع ده بيأثر نفسيا عند الناس لدرجة ان عندي في الحالات واحدة بنت عندها 15 سنة ما فيش انسان بتقابله حتى لو هي مثلا منتظرة دورها وفي حد قاعد جنبها الدور عليه. تقول له انت عندك حساب على انستجرام مثلا ممكن تضيفني، قاعدة كده بس تنشر على كل حد تعرفه، حتى لو حد فاتح سوبر ماركت تروح له، لو بواب عمارة تسأله، ما فيش. الموضوع اصبح هوس، الناس بدأت تلاقي تقديرهم لذاتهم من خلال ده، لانهم مش لاقيين تقديرهم في الحقيقه خالص. هو اصلا ما سعاش، ممكن يعني يكون ما سعاش. يعني برضو بنرجع تاني لنقطه البيت. طبعا، يعني كل شويه بنرجع تاني لنقطه البيت. هي دي الفكره. الابن او البنت لو هم حاسين بنفسهم وبقيمتهم في وسط الاسره بتاعتهم، عمر ابدا ما هيكون اتجاهاتهم بالشكل دي. لا خالص. زي يا دكتور كده بالظبط. الست، في ستات يحبوا لما يخشوا اي مكان يلفتوا الانظار بشكل قوي جدا، ده بيبقى يعني تعبير عن احساس معين هم مفتقدينه وما قدروش يعوضوه بشكل مختلف. ما هو ممكن في ستات تبقى مفتقده حاجه زي كده، لكن قدرت تغذي روحها وتغذي عقلها ان الحاجه دي مش مأثره فيا، لكن في ستات او في طرق ايجابيه للحصول عليها. بالظبط. فمثلا بتعيش في حالة صراع مع نفسها، ان عايزة تشوف نفسها حلوة في كل عيون اللي حواليها، علشان هي مش بتسمع من جوزها كلام كويس، او وده اللي بيخلي نسبة كبيرة من السيدات ومن النسبة الاكبر من السيدات ان هم يروحوا للجروبات دي عشان يسمعوا زي ما حضرتك قلت واشرت ليه اللي هم عايزين يسمعوا. وغير كده كمان فكره زي ما قلنا ان السلوك كان ايجابي، هم حقهم يحسوا احاسيس حلوه، يعني معظم الناس دي كلها او كلهم اي انسان في دين ربنا خلقه حقه يحس التقدير، يحس الاهتمام، يحس ان اللي قدامه ده حاسس بيه ومشاعره، حقهم يحسوا المشاعر دي. بس الفكره مش في كده، الفكره ان هي بدات الموضوع زي ما قلنا بدا بحاجه ايجابيه ان هم بيدوروا على دعم نفسي، لكن للاسف السلوك اللي طبقوا بيه لايه؟ قله المعرفه، قله وعي، اضطروا يلجأوا للطرق اللي للأسف يعني المؤذي منها أكثر من المفيد. أيوة. حتى يمكن متعمل في الفترة الأخيرة أكثر من يعني آلاف الأبحاث عن السوشيال ميديا، ما فيش واحد منهم إيجابي. أيوة. دايما كل أبحاث أي حد يعمل دراسة، حتى في رسائل الدكتوراه والماجستير، أي حد بيعمل دراسة عن حاجة زي كده كمان سلبيات، حتى كمان إيجابيات أبدا.
يعني مع ان الموضوع المفروض بشكل او باخر يكون فيه جانب ايجابي، لكن من كتر ما الجانب السلبي بقى طاغي فللاسف للاسف ما عادش فيها حاجه ايجابيه للاسف. فكره الانتقام اللي بتكون موجوده عند البنات او السيدات، وده طبعا لاحظناه برضو في الجروبات السوداء اللي انتشرت في الفتره الاخيره دي، وانتقام بشع. ايه السبب؟ يعني ايه اللي يخلي انسان يبقى عنده كم القهر ده والغل ده وعايز ينتقم يعني من اللي قدامه بالشكل ده وبالتشهير ده، وهو مش قادر يستوعب ان الضرر ليه هو مش للطرف الثاني. وفي حاجه اكبر، إن, ان 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 مش هيبقى عندهم السقف اللي يقنعهم، يعني مهما يعملوا هيحس ان في اكتر. يا ريتني لو كنت عملت. طب انا هتكلم عن كده، عشان كده بيكونوا ناس فظيعين عندهم حاله من حاله الفحش في المحتوى اللي بيفضحوا بيه شخص، ويتكلموا عن كلام جارح جدا. وفي ناس تانية تسريحهم باحسان كده، تلاقي عندهم حته رحمه وتقبل. حتى في المشاهير لما تيجي تتابع اخبارهم تلاقي في مشاهير كده نازلين تجريح وسلخ في الطرف الثاني، وفي مشاهير تانيين لا، يعني ما لا، يا حد كان كويس وراقي، رغم ان الواضح اكيد العكس، لكن لا يخرج من فمه الا كل ايجابي، كل حاجه فيها مدح وتقدير. بس عشان كده نعم. هل ده مرض نفسي؟ لا، مش عايزين نوصل. ما انا عايزه احط ايدي، يعني انا مش عارفه ايه موضوع الفضايح. يعني انا حتى قريب نزلت بوست كده على الفيسبوك، قلت ايه، اكتب على اي موضوع كلمه فضايح، أعلى نسبة مشاهدة، أعلى نسبة مشاهدة ممكن تشوفها على البوست ده. إيه السبب؟ إيه سبب لجوء الناس بتحب تشوف الفضايح يعني؟ إيه السبب؟ طيب. مع إنها من الحاجات المحرمة، ويعني إحنا دايماً من ستر مؤمناً، في نصوص بكده، ستر والحفاظ على الشخص اللي قدامك وكتم الأسرار وكذا. إيه 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 الدافع الرهيب اللي بقى جوانا دلوقتي للجري ورا الحاجات دي؟ الفضول صفة إنسانية طبيعية متأصلة في كل حد. أنا لما أجيب لك حاجة وأخليها لك مقفولة تفضلي مجنونة كده عايزة تعرفي إيه اللي جوه. تمام؟ نفس اللي بالظبط اللي بيعمله الساحر. لو حد انت جبتيه مثلا وراح عامل العاب خفه قدامك، انت هتجيني عملتها ازاي؟ جبتها منين؟ في فضول عالي جدا لكل ما هو مخبأ، لكل ما هو مستتر، لكل ما هو متداري. عشان كده ممكن تلاقي في ناس عندهم زي برضه هنرجع تاني لصفه الحياة وانها مكتسبه ونفرض انها قليله. انا عندي جيراني بيزعقوا، عندي شباك بيطل على جاري. انا لو عندي الحياة مش تعاون لدرجه مش هفتح شباك اصلا. احنا اتربينا على كده يا دكتور اصلا. في يعني في ناس تانية لا، في ناس عندهم فضول عالي جدا، انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل، اعرف ايه اللي بيحصل، وتابع الاخبار واسال واطقس واشوف. عشان كده لما تلاقي انا جبت لك لحد عندك فضيحه، جبت لك لحد عندك حاجه تثير فضولك، وكمان الاجابه بتاعتها يعني انت فضولك هيثار، وكمان هتلاقي الرد او هتلاقي المعلومه اللي انت بتدور عليها وتبحث عنها. فاحنا لقيناها، اديناهم هديه. ما انت مش هتبحث، انا جبت لك الحاجه وجبت لك المعلومه كمان على بعضها. بس هنعرف الحل بس بعد ازاي نتغلب على المشكله. حاضر. دي بس بعد ما ناخد ايه من القاهره. اهلا يا ايه. اهلا يا حبيبتي، عندك كم سنه يا ايه؟ 23. قولي لي يا ايه، ايه رايك في انتشار الجروبات بالاسامي الغريبه اللي احنا بنسمع عنها؟ كوني قويه، تقدري تعيشي من غير الرجل، جروب المطلقات، انت ايه رايك في الجروبات دي؟ طبعا متفهمه حرقه البنت اللي كانت مستنيه تفرح مع الشخص اللي هي بتحبه او حاجه زي كده. طبعا اي بنت، معظم البنات دلوقتي لما بتتساب بتفكر في الانتقام، فانتقم ازاي او اعمل مشكله ازاي او كده للسوشيال ميديا. طب انت مع الفكر ده ولا ضده؟ لا طبعا، لان بلاش يعني، بلاش اللي هو نعمل مشاكل للناس ونبقى يعني ما ينفعش، لان بنستغل، يعتبر بنستغل الموقف اللي هو بنعمل كده علشان نبقى ترند مثلا والناس تبقى يعني بنعمل ده على الهدف منه الحصول على الشهرة، وان احنا نبقى ترند، وان احنا نبقى مشهورين. صح؟ تمام. شكرا يا آية، وبشكر وجودك معنا في ساعة مع نبال.
فكرة الجروبات وتصنيف الأسامي الغريبة، يعني أنا ضد الموضوع ده. يعني فكرة إن أنا أقول دي مطلقة فجروب المطلقات، جروب المتزوجات، جروب الغير متزوجات، أنا بحبش أقول المعنى الكلمة التانية، يعني جروب كوني قوية، جروب هل احنا كده عمالين نفصل المجتمع عن بعضه؟ يعني هل انا عشان مثلا مطلقه فانا اتصنف، يعني انا اتصنف حضرتك يعني مستوعبني انا قصدي عايزه اقول ايه؟ هل انا علشان ارمله اتصنف؟ هل انا عشان ما اتجوزتش اتصنف؟ يعني انتوا ليه عايزين تحطوا الست تحت مسمى ونحط جنب المسمى ده ضحيه؟ هو بص بص هقول لحضرتك حاجه، معلش يا دكتور استنى، لا والله انا عارف غير راضيه تماما عن اللي بيحصل، يعني في حاجات اجتماعيا موجوده شيء ام ابينا هي موجوده، تمام، زي القاء المسميات دي لازم نقسم الناس شرايح حتى عشان التعامل معاهم واصنفهم جوه عقلي وارسم لهم اطار بيكمل صورتهم جوه عقلي، زي مثلا اللي ما بيشتغلش عطلان، اللي بيشتغل موظف، فئه وابدا اعمم الصفه اكثر، يعني مثلا اقول ايه السواقين اخلاقياتهم كذا، اللي بيشتغلوا كوافير اخلاقياتهم كذا، معظم الاطباء النفسيين وناخد كلمتين حلوين في حقنا كده برضو بيفكروا بطريقه فورانيه وعندهم كذا، احنا بنعمل ده، احنا بنقسم الناس زي كل واحد ليه باكج كده بكل الصفات، بكل حتى لو كان حد منهم لا يحمل هذه الصفات. لا بس يا دكتور في الفترة الأخيرة دايما الكلام ان المرأة ضحية والمرأة مكسورة الجناح، لا انا مش شايفة ان المرأة ضحية ولا مكسورة الجناح الا لو هي اللي عملت في نفسها كده. احنا ضحايا قراراتنا عموما، يعني احنا ضحايا قراراتنا عموما، ممكن يكون الراجل هو المكسور الجناح والضعيف على حسب شكل القرارات اللي هو خدها في حياته، بس خلي بالك من حاجه، احنا برضو مهما نقول احنا في مجتمع شرقي ذكوري. يعني وخلي بالك دي 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 نقمه اكثر من انها نعمه للذكر، يعني انت بحكم ان انت في مجتمع شرقي ذكوري فانت مش مسموح لك تضعف، لانك انت القائد، انت اللي بتلعب دور الرئيسي هنا، مش مسموح لك تشتكي، مش مسموح لك تبكي، وده بيبان، عمرنا ما نقول لطفله صغيره ما ينفعش تعيطي، لكن للذكر لا انت بتعيط ازاي؟ فمأمورين بالكبت من صغرنا، عشان كده تلات ارباع في المصحات رجاله مش ستات. لا والله. طبعا اغلب المصحات رجاله، حتى مصحات الادمان، يعني العلاج النفسي رجاله وفي الادمان رجاله. فالكبت من اكبر الحاجات اللي بتولد الاضطرابات على فكره. فنرجع للحته بتاعت المسميات، احنا بنحتاج نصنف الناس في شكل قوالب عشان نعرف نتعامل. ازاي؟ يعني انا بحط مثلا معظم الستات في شكل واطار، يعني مثلا لو سالت اي حد عن مفهومك يعني ايه انثى بالنسبه لك؟ هتلاقي عنده شويه تصنيفات كده على اساسها بيبدا يرد، يعني ايه ام بالنسبه لك، يعني ايه زوج، يعني ايه اب، يعني حتى الادوار وكذلك الوظائف وكذلك التصنيفات المجتمعيه اللي هي الحاله الاجتماعيه عموما، احنا بنحتاج ده عشان نتعامل، لكن للاسف بيبقى حاجه اقرب لاستنتاج تعسفي، تعريف معرفي العقل بيعمله، بحط الصفات جزء كبير ممكن يكون منقول الي منها معلومات كتير قوي انا ما ساعدتش للتشكيل ده، انا نقل الي من المجتمع اللي انا عايشه. وبالتالي واحدة مثلا لسه لم تتزوج، بلاش نستخدم المسمى، رغم ان المسمى معناه عديم الحركة، هو معناه كده. لسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي. للأسف ممكن في مجتمع آخر لو كانت هي عاشت فيه ما كانتش نص المشاعر اللي هي حاساها كانت حسيتها وتلاقيها منطلقة وزي الفل. إذا في جزء كبير للأسف لما بتسمى بمسمى بتبنى صفات أو بيدخل بيقتحمني شوية صفات الآخرين بيعاملوني بيها، وأنا بالتالي عشان ما أكونش شاذ عن المجتمع لازم أحسها. فتلاقي ناس فعلا لما يتزوجوا بيبدا مشاعر في بينهم مشتركه بالفعل. احنا عندنا حاجه اسمها الوعي الجمعي او العقل الجمعي، لو المجتمع تبنى فكره بتنقل للاخرين مهما كان درجه ثقافتهم ووعيهم، في جزء كبير منه بيتحط، يعني مثلا تلاقي لسه لحد النهارده ان اقول اسم الانثى او اسم زوجتي حاجه غير لائقه، اقول اسم امي حاجه غير لائقه، ما ينفعش ان اقوله، رغم ان في الدين عندنا النبي نفسه لما سئل من احب الناس اليك قال عائش، حتى اسم الدلع مش اسمها. تمام، بكل فخر، وكانت في مجلس كبير قوي حتى لسه عمرو بن العاص، يعني ما استحاش منه. المشكله بتاعتنا ان اختلط علينا امور
يعني دون تنقيح بالضبط وما فهمناهاش بالشكل الصحيح بالزبط. وهو ده اللي ناتج عنه الآثار السلبية اللي احنا عمالين نشوفها كل يوم والتاني. بس أنا بقول لسه في خير، وطول ما في ناس لسه محددين أهدافهم وقيمهم ومبادئهم هنقدر إن احنا نتصدى لكل الحاجات الغير أخلاقية اللي احنا بنشوفها في الفترة الأخيرة. معانا حبيبة، أهلا يا حبيبة. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيكي. عندك كم سنة يا حبيبة؟ عندي 20. اهلا وسهلا. انت قولي لي بقى رايك ايه في البنات اللي بيطلعوا يشهروا باللي كانوا مخطوبين ليهم والجروبات والحاجات اللي موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي؟ انا طبعا مش معاهم خالص جدا، لان المفروض ان الحاجات دي ولا من ديننا ولا من اخلاقنا. المفروض ادام حصل مثلا ما بيني وبين حاطين مشاكل ودي ادت ان احنا نسيب بعض نحلها ما بيننا، حتى لو احنا مثلا اضطرينا ان احنا نسيب بعض زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، لكن ان احنا نسهر ببعض ونطلع عيوب بعض ده مش صح خالص، لان ده كان في يوم من الايام ده كان هيبقى جوزي. كويس والله يا حبيبه ان يعني يا دكتوره اهو مؤشر بيقول ان في اهو ناس بيفكروا وفي ناس بيعملوا الصح وفي ناس طالعين من بيوت يعني ربت صح. بشكرك يا حبيبه. دكتور، رساله توجهها في ختام ساعه مع نيبال مع لكل المجتمع، مش الأسرة يعني مش الأسرة بس، مش الولاد بس، لا كل فرد في المجتمع، بخصوص وهم والعالم الافتراضي للمواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نبتدي بجملة: ما تخليش عقلك للبيع، ما تبيعش عقلك، تحرى وتفكر وتدبر وخلي عندك مرجعيات بترجع لها هي اللي تحكم اللي انت عملته صح ولا غلط. خلي عندك مرجع نفسي، مرجع اخلاقي، مرجع ديني، عشان ما تزودش على نفسك جلد الذات بعد كده وتحس انك انت عملت جرائم كتير في حق نفسك في فتره كان وعيك فيها منخفض. احنا دايما كده كل ما بنكبر بنحس ان الفتره اللي فاتت دي للاسف احنا اخطانا فيها كتير. صح. علشان كده تحرى في كل معلومه وكل قرار انت بتاخده، توابع القرار، حجمه، شكله. خلي عندك ناس فعلا اهل للسؤال، أهل للاستفسار، للبحث، للتقصي، للاستشارة، ناس بلجأ لهم، ناس متخصصين، ناس واعية، مش اللي أنا ارتاح له بس، مش اللي أنا أحس إن هو قريب مني وبس، دي مش صفات كافية عشان نستشير الناس دي. فدي دي دي أول حاجة. تاني حاجة، يمكن لو هطلب حاجة يمكن تكون لأولياء الأمور أكثر، الولاد بيتربوا بسماعنا ليهم أكثر من كلامنا معاهم. بالظبط. فإحنا لو استمعنا ليهم أكثر احتياجاتهم هتكون أكثر وضوحًا، لكن للأسف إحنا مشغولين بنقل المعلومات ونقل الأوامر ونقل التوجيهات فبننسى احتياجات اللي قدامي ده. دكتور محمد بشكرك وبشكر وجودك النهاردة في ساعة معنا. شكرا ليك أستاذ نبال. شكرا ليك. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عايزة أقول إن إحنا خلطنا بين أو ما قدرناش نفرق بين التواصل الأفراد والروابط الاجتماعية. خلينا مواقع السوشيال ميديا عالم وهم افتراضي عايشنا نفسنا فيه بشخصيات مش حقيقية، مش احنا، وقضينا على الروابط الاجتماعية اللي كانت بتحقق لنا السعادة اللي كلنا بدون استثناء بقينا بنفتقدها لأنها ما عادتش موجودة. زي ما قلت ان كانت لمتنا وقعدتنا واتصالنا والمعايدة الجميلة اللي كانت بتحصل بينا الحية الملموسة هي دي اللي كانت بتخلق المودة والرحمة والحب والدفى. ضحينا بكل ده بعالم افتراضي وهمي مش عارفة احنا بنهرب من ايه وعايزين ايه.
المطلوب النهارده بعد الحلقه النهارده بتاعت ساعه مع نيبال على موضوع وهم المواقع التواصل الاجتماعي، ان احنا ناخد خطوه ايجابيه، ان نظهر بشخصياتنا الحقيقيه، ان احنا نواجه انحدار الاخلاقي، ان احنا نلحق ولادنا وبناتنا، احنا نبقى الحضن ليهم، احنا نبقى السمع ونسمعهم وننصت ليهم ونحس بيهم ونحس بمشاكلنا ونقوم تاني الروابط الاجتماعيه. هنقدر. وانا بقول لحضراتكم، بوجه رساله من برنامج ساعه مع نيبال، ان احنا هنقدر طول ما فيه بنات زي اللي كانوا موجودين معانا النهارده في ساعه مع نيبال، لسه عندهم مبادئ وعندهم قيم، دليل انهم اتربوا صح وطلعوا من بيوت صح. الأسرة هي الأساس. تمسكم بالروابط الاجتماعية وتمسكم بولادكم وبأزواجكم وبزوجاتكم وبحياتكم. عمر الأمة ما هتقوم إلا بينا. زي ما دايما بقول، دعوة للحياة في ساعة مع نيبال.